توقفي لي ساكتة؟ خايفة عليك. اللي أنت بتعمله ده خطر قوي يا سيد. ممكن بشيلن زيادة شرح والنبي عشان فهمي بيقل في الضلمة. لا أنت فاهمني كويس قوي. أنت كده ما بقتش حارس خاص. أنت كده بقيت حاجة تانية. حاجة تانية إزاي أكلمك دغري؟ مش لما ترد عليا أنت دغري الأول؟ عموماً أنا عملت اللي عليا وفهمتك. وأنت بقى مش صغير بسم الله ما شاء الله عليك وفاهم الصح من الغلط. تفتكر بقى لو سالم بيه الجرح عرف إن أنت والقطقوط السنيورة مراته آخر انسجام تفتكر ممكن يعمل فيك إيه؟ سموحة! تخيل أنت بقى لو سالم الجرح عرف إن واحدة دخلت بيته معاها خنجر عشان كانت عايزة تقتل وعيني ممكن يعمل فيها إيه؟ خضتيني. سوري يا حبيبتي انا لقيتك هنا قلت اكيد جايه لي بس ما كنتش عارف انك سرحانه كده. تعالي تعالي. تعالي. عامل لك شاي معايا؟ لا مش مستاهل. انا كنت جايه لك في كلمتين وماشيه على طول. قولي يا حبيبتي وماله؟ أنا صحيح ما فهمتش أنت ليه عاملة فيها مدربة أيروبكس مع إنك في الحقيقة صحفية بس أكيد ومفهوم ده ليه مصلحة ليكي مش عايزة أعرفها. أنت حر ولا كأني عرفت حاجة بس ده بقى مش هيبقى عرض مجاني. عايزة كام؟ عايزة أبقى فرخة بكشك عند سالم الجرحي من غير ما أبلغ عنك أو أكشف حقيقتك. مش فاهمه. افهمك يعني انا لو خدت بعضي كده ورحت لسالم بيه الجرحي وقلت له اسكت يا سالم بيه مش سالي ما طلعتش مدربه ايروبكس ولا حاجه وطلع الصحفيه وخبر القبض عليك هي اللي سربته للجرايد اكيد طبعا ده هيقربني منه وهكسبه. لكن انا بقى عايزه اعمل كده من غير ما اذيكي يعني من الاخر كده المصلحه اللي انت جايه عشان هتمشي من غير ما تتفتحي وانا كمان اخد مصلحتي. وانت بقى ايه المصلحه اللي انت عايزاها مني؟ بصراحة كده بقى حطيته في دماغي وهتجوزه. تفتكر بقى لو سالم بيه الجرح عرف ان انت والقطقوط السنيورة مراته اخر انسجام تفتكر ممكن يعمل فيك ايه؟ تعالى. صوت سعادتك في التليفون قلقني جدا. خير يا باشا؟ زهقت من مين كفى الله الشر واحنا نكفيك شره فورا. اقعد. الولد الضابط اللي ماسك الموضوع بتاع رشاد بقى عامل زي الشوكه في حلقك تخنقك. لا عاش ولا كان يا باشا. ايوه لا عاش ولا لازم يعيش. اعتبره حصل. بنفسك. ما تنساش انه ظابط. يعني مش عايز اي احتمالات للخطأ. كل اللي انا عايزه سليمان بتاع زمان. وماله؟ انا شخصيا الملعب وحشني. نفسي اسخن وانزل العب من تاني. هلو؟ اهلا يا هانم. اهلا يا مها. بعدين سعادتك يا باشا. أنا ممكن أستنى برا عادي جدا. أنا خلصت كلام مع سعادة الباشا. تأمرني بحاجة تاني سعادتك؟ زي ما قلت لك. هيحصل يا فندم، اطمن. بعد إذن سعادتك. بعد إذن سعادتك. إيه؟ هفضل واقفة كتير؟ اتفضلي. اشربي إيه؟ مش هتصدق. ايه؟ سيد ابو الليف. ماله؟ عليه حكم وهربان منه. ايه؟ وزمانه جاي برجليه القضاء. ما قلتليش عملت ايه مع البوليس في موضوع تفتيش اليخت ده؟ طلع تفتيش روتيني
بس انت سالم الجرح؟ ظابط صغير وفرحان بشبابه يا ستي، اعمل عقلي بعقله. طيب وانا؟ انت مالك؟ انا مالي؟ انا بس عايز افهم، انت هتفضل تهرب مني كده كتير؟ انت وبعدين معاكي بقى؟ وبعدين معاك انت، انا عملت اللي عليا، فاضل انت تعمل اللي عليك. يعني مش فاهم. عربية حسونة وذهبه رجعوا له زي ما انت طلبت مني، فاضل ان انت تنفذ اللي انا طلبته منك. وقبل ما تسألني هو ايه، هقول لك نتجوز. امتى بس؟ ما انت شايفة اللي انا فيه. ما انا قلت لك خلاصك على ايديا، ولا انت مش عايز؟ ومها، ما انا مش هسيبك الا لما تقول لي انت موافق نتجوز ولا لا. وفي يا باشا، من ساعه ما قعدت وسيادتك عمال تبص لي ما كلمتنيش ولا كلمه. استعجل على اذنك قوي يا سيكا. سيكا؟ بدلعك يا جدع. ايه ما دلعكش؟ كده يبقى المزاج عالي. طالما سعادتك بتدلعني يبقى خير. لا وانت لسه شفت دلع؟ ده كمان لما الدلع يبقى مزدوج من انا وماهر بيه. لا ما هو سعادتك كده ما بقاش دلع. كده تبقى حفله. هو فيها يا باشا؟ فيني زعلان منك يا سيكا؟ ليه عيون سيكا؟ بقى يا جدع يبقى عليك حكم وتهرب منه. حكم يا باشا؟ حكم نفقه ب 17,000 جنيه. بتاع طليقتك ابتسام محروس. يا بنت الجزمه يا ابتسام، عاوز تلعب ببنات الناس يا سيكا؟ تتجوز تكتب لهم مؤخر وما تدفعش وتخلع؟ ساعة شيطان يا باشا. تعرف اني ممكن احبسك دلوقتي يا سيد؟ عشان ابتسام؟ لا، عشان القانون ما فيهوش خيار وفقوس يا سيكا. انما في ابتسام. مش حقها برضه لازم تاخده ولا ايه؟ حقها يا باشا، طبعا حقها. وناوي تعمل ايه يا سيكا؟ هتدفع ولا؟ اللي سعادتك هتقول لي عليه، اللي هتقول لي عليه هنفذه دلوقتي. قلت لك يا ماهر بيه؟ واد سيكا ده واد جدع ويفهمها وهي طايرة. يا بنت الجزمة ابتسام. أمورنا يا باشا. ألو، أنا مش سألك يا واطي يا ابن الجزم عليك أحكام قلت لي لأ؟ آه سألتني. ولما سألتك ما قلتليش إن في حكم نفقة ليه يا واطي؟ ما أنا مش هدفع يا سيد. هو بمزاج أمك هتدفع يعني هتدفع. ورحمة أمي وأمك ولا دافع ولا من ليه؟ ابتسام كلمتك؟ بقول لك يالا، بكرة هبعت لك 17,000 جنيه تروح تدفعهم في المحكمة، وعلى الله يا سيد أعرف إنك ما دفعتهمش. بشوقك يا سيد، بقول لك إيه ما تقفلهم 20 أحسن صاحبك بقى. اقفل يا واطي يا ابن الجزمة أنت وابتسام. وبقاله قد إيه هناك؟ أنا سبته هناك يا باشا، وقلت أجي أبلغ سعادتك عشان تعمل ترتيبك. طيب، بعد كده ما تجيش هنا بنفسك. ولو جه الاسم تاني بلغني بالتليفون فورا. أمرك يا باشا. يعيش لنا كرم سعادتك يا سليمان بيه. بالإذن يا باشا.